السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد، ورد من خلال راح نشارك معكم اخر اخبار محترفين والمنتخب الوطني الجزائري، كذلك راح نشارك معكم وثائق رسميه من الفيفا والكاف بخصوص النظام الجديد الخاص بتاهل المنتخبات القاره السمراء الى المونديال الخاص بسنه 2026، لانه مؤخرا شاركنا معكم فقط تسريبات ما كناش موثقين منها 100%، ولكن اليوم جميع الوثائق اللي راح نشاركها معكم هي من الفيفا والكاف بخصوص النظام من أجل تأهل المنتخبات الإفريقية إلى المونديال الجديد. وطبعا هذا القرار وهذا النظام الجديد هل سيكون مفيد للجزائر أم العكس؟ راح تتعرفوا على الإجابة في نهاية هذا الفيديو. كذلك عدنا أخبار مختلفة سنتعرف عليها أنا وإياكم في نفس هذا الفيديو، كل التفاصيل راح تعرفوا عليها. فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر أمامكم. بدون إطالة أعزائي الكرام ندخل مباشرة إلى صلب الموضوع، نشارك معكم الخبر الأول. أين رامي بن سبعين رسميا اليوم؟ استلم بطاقة الفيفا الخاصة به بعد دخوله ضمن قائمة أفضل اللاعبين هذا الموسم بالدوري الألماني، فمزيدا من النجاحات إن شاء الله خاصة مع فريقه الجديد الذي سينتقل إليه في الأيام المقبلة ألا وهو نادي بروسيا دورتموند. أما الآن أعزائي الكرام راح نشارك معكم وثيقة من الفيفا بخصوص مقاعد وعدد المقاعد بالنسبة لجميع القارات في المونديال الخاص بسنة 2026، فكما تشاهدون هذه هي عدد المقاعد الخاصة بالاتحادات القارية. في أوروبا راح يكون عندنا هذه المرة 16 منتخب متأهل و16 مقعد، في القارة السمراء عندنا 9 مقاعد، في آسيا 8، في أمريكا الجنوبية 6، في كونكاكاف 6، في أوقيانوسيا مقعد 1. وطبعا كي نجمعوا كل هذه الأعداد على الذاكرة راح يكون عندنا الناتج 46 مقعد فقط، ولكن في الحقيقة هو أنه عدد المنتخبات المشاركة في المونديال القادم سيكون 48 منتخب، فلهذا راح يتأهلوا زوج منتخبات إضافية من يعني قارات مختلفة. لحد الآن مازال ما عرفناش شكون هما اللي راح يتأهلوا، ولكن بهنا عارفوا شكون راح يتأهل، راح تكون عندنا بطولة الخاصة بالبلاي أوف، بطولة مصغرة فهيتأهلوا إلى المونديال، وطبعا المقاعد هي زوج فلهذا راح تكون مباريات كثيرة. طبعا هكذا سيكون شكل مواجهة البلاي اوف من اجل حصد المقعدين المتبقيان لافضل مركز ثاني على مستوى القارات، حيث سيتم لعب بطولة مصغرة مع منتخبات تحصلت على افضل مركز ثاني مع ومن قارات اخرى. يعني راح تكون عندنا بطولة مصغرة، وهذاك المقعد العاشر على سبيل المثال اذا كان من القارة السمراء به يتأهل الى هذه البطولة الخاصة بالبلاي اوف ويتأهل الى المونديال راح يلعب يعني بطولة قبل كل شيء، بطولة البلاي اوف هنا في القارة السمراء. على بالي اعزائي الكرام باللي انه كاين بزاف يعني تفاصيل، ولكن راح نبسطها لكم بعد قليل. ولكن قبل ما نبسطها لكم خليني نشارك معاكم اعزائي الكرام يعني موعد قرعة كان المقبلة. موعد القرعة الخاص بالكان المقبلة سيكون يوم الخميس حسب الاتحاد الافريقي لكرة القدم رسميا لليوم اكد قائلا انه يوم الخميس 12 اكتوبر راح تكون هنالك يعني قرعة الخاصة بالكان المقبل. اما بالنسبة لتصفيات كأس العالم سنة 2026، وافقت اللجنة التنفيذية اليوم على شكل ومواعيد تصفيات، وتم تعديل الشكل من جديد ويعني بما يتماشى مع تنسيق الفيفا والموسع لكأس العالم فيفا، وسيشمل جميع الاتحادات والأعضاء البالغ عددها 54 منتخب والتي سيتم تقسيمها إلى 9 مجموعات. فالقارة السمراء راح يكون عندنا 54 منتخب، سيتم تقسيم هذه المنتخبات إلى 9 مجموعات، كل مجموعة فيها 6 منتخبات. وطبعا سيتأهل الفائزون أو المتصدرون من كل مجموعة تلقائيا إلى كأس العالم فيفا يعني سنة 2026، ويلعب أفضل 4 متسابقين من المجموعات في دورة الكاف الفاصلة. ما راح تكون عندنا مباراة فاصلة أعزائي الكرام للمنتخبات اللي تكون متصدرة المجموعة نتاعها، بل راح يتأهلوا مباشرة، ولكن راح تكون عندنا يعني مباراة فاصلة بالنسبة للمنتخبات اللي هي أفضل مركز ثاني. فبطبيعة الحال الفائز في بطولة البلاي أوف الخاصة بالكاف سيلعب مجددا بطولة أخرى التي هي فيفا بلاي أوف فهيتأهلوا للمونديال. طبعا نشرح لكم هذه القضية. سيكون هنالك يعني اثنان من البلاي أوف. البلاي أوف الأول سيلعب في القارة السمراء من 4 منتخبات هي أفضل مركز ثاني ويتأهل منتخب واحد فيهم فقط. وطبعا هذا المنتخب اللي راح يفوز وراح يتأهل راح يلعب بلاي أوف ثاني يعني الملقب بفيفا بلاي أوف مع منتخبات أخرى من قارات أخرى بنظام ذهاب وإياب، ويتأهل منتخبين فقط في نهاية المطاف، يعني راح يلعبوا هذه الدورة مع مختلف القارات، وهكذا راح يكون كما قلنا شكل هذه البطولة بطولة بلاي أوف. ففي القارة السمراء يعني راح تكون عندنا للمنتخبات افضل ثاني مركز يلعبوا زوج بلاي اوف، بلاي اوف الخاص بالقارة السمراء وبلاي اوف الخاص بالفيفا. حاليا اعزائي الكرام نشارك معكم رايي حول واش هذا يعني النظام الجديد سهل ام صعب. هذا النظام الجديد سيكون سهل بالنسبة لنقطة واحدة،
النقطة الجيدة أعزائي الكرام هو أنه تأهل أوائل المجموعات التسعة التي ترأسها المنتخبات الأولى في تصنيف الفيفا، هذا مما يعني لنا أنه سيتجنب مواجهات بين منتخبات كبيرة. هذه النقطة الإيجابية أعزائي الكرام هو أنه على سبيل المثال الجزائر ومصر والمغرب وتونس والسنغال ونيجيريا والكاميرون والكوت ديفوار وبوركينا فاسو وربما يعني منتخب آخر عشر بعد الملحق إذا راح يتأهل بطبيعة الحال، نتمنوا له كل التوفيق مهما كان اسمه. يعني هذه المنتخبات ما راحش تلاقي بعضها البعض، هذه المنتخبات ما راحش تلاقي بعضها البعض تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم سنة 2026. يعني كامل هذه المنتخبات راح يلعبوا في المونديال إذا تأهلوا بطبيعة الحال. وطبعا أعزائي الكرام الشيء الجميل هو أنه إذا حيتأهلوا هذه المنتخبات اللي ذكرتها قبل قليل ففي القارة السمراء راح يكون عندها منتخبات قوية تشارك وبشراسة على المونديال الخاص بسنة 2026. أما بالنسبة للشيء المتعب والنقاط السلبية هو أنه راح يلعب كل منتخب 10 مباريات لتحديد المتصدر وستكون رحلة متعبة، زائد أن هنالك منتخبات في القارة السمراء تطور مستواها مؤخرا فممكن بشكل كبير جدا منتخب ضعيف جدا يعمل مشاكل كبيرة لمنتخبات ذو تاريخ كبير جدا. فهذه هي النقاط الإيجابية والسلبية. النقاط الإيجابية ما راح يكون عندنا مباراة فاصلة، المنتخب اللي يتصدر المجموعة تاعه راح يتأهل بجدارة واستحقاق للمونديال. أما بالنسبة للأمور الأخرى فهي أمور متعبة، تلعب 10 مباريات وبطبيعة الحال راح نركزوا على ترتيب الفيفا والعديد والعديد من الأمور. فخبرونا أنتم رأيكم في صندوق التعليقات وش رأيكم تشوفوا أنه هذا النظام الجديد جيد أم العكس. أنا بالنسبة لي جيد والعلم لله، لو كان يعني راح نلعبوا فقط يعني في المجموعة نتاعنا راح يكون عندنا فقط أربع منتخبات عفوا راح تكون سهلة، ولكن بعد إضافة يعني منتخبين وراح يكون عندنا المجموع في كل مجموعة 6 منتخبات راح تكون العملية مرهقة بها نتعرفوا على متصدر المجموعة، راح تكون عندنا مباريات كثيرة على كل حال. فلهذا احنا نتمنى كل التوفيق للمنتخب الجزائري وباقي المنتخبات العربية في القارة السمراء من أجل التأهل إلى المونديال القادم. والآن ننتقل إلى أخبار محترفين، أين أندية وولفرهامبتون وكل من برايتون ومارسيليا وليل بدأوا رسميا باهتمامهم بمتوسط ميدان شارلور وآدم زرقان ونادي لانس بدوره معجب باللاعب وهو يعني في أفضل رواق من أجله. الجزائري يريد الرحيل حسب هذا المصدر من نادي شارلور وهذا الصيف ويأمل الانتقال لفريق يخوض المنافسات الأوروبية، فنتمنى له أن يروح إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كبير جدا. أما بالنسبة لعدل غديورا سيعود الى فريق نادي وولفرهامبتون في مباراة خيرية بطبيعة الحال زي كرام، حيث اعلن اليوم نادي وولفرهامبتون عن اختيار عدلان غديورا ضمن التشكيلة التي ستتوجه الى الولايات المتحدة الامريكية لخوض بطولة ودية هنالك شهر جوان القادم، والتشكيلة ضمت عناصر سابقة لعب معها عدلان غديورا في نادي وولفرهامبتون، فنتمنى له كل التوفيق في هذه يعني البطولة الودية. أما بالنسبة للخبر المولع الزاكران، بيب غوارديولا خرج عن صمته بخصوص شجاره مع كيفن دي برون في المباراة جمعة بين نادي مانشستر سيتي وريال مدريد، وصرح قائلا نحن نصرخ في بعضنا البعض ويعجبني ذلك. يعني بصراحة العبارة هنا يعني بيب غوارديولا يؤكد باللي أنه يحب اللاعبين كيصرخوا عليه سبحان الله الزاكران، وقائلا في بعض المباريات نحب هذه الأشياء وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون عفويا، وأنا أحب هذه الطاقة من هؤلاء اللاعبين، أنت لا تدري كم من مرة صرخ كيفن دي برون في وجهي في ملعب يعني التدريبات. ولكن لو كان يعني رياض محرز دار نفس الفعل اللي داره يعني اللاعب كيفن دي برون لكنا شفنا انه رياض محرز غادر من يعني الباب الضيق من فريق نادي مانشستر سيتي. يعني بيب غوارديولا يعرف شكون يحقر، وهذه الكلمه قلتها في الفيديو السابق، والان على الذاكره بيب غوارديولا قال لك نحب اللاعبين اللي يصرخوا عليا ولكن مش كلهم يا جماعه بالنسبه للجمهور الجزائري، وتقولوا رياض محرز يصرخ على بيب غوارديولا ماشي كامل على الذاكره، ها هو كاللاعب الاخر الواو جوا كانسيلو حب يلعب في بعض المباريات وبدا يصرخ على بيب غوارديولا، شوفوا حاليا وين راه في بايرن ميونخ، وين بايرن ميونخ ما راحش حاب يتعاقد مع هذا اللاعب او يشري العقد نتاعو، فلهذا حاليا وجد نفسه تائه في اسوار القلعه الخاصه بالبافاري. هذا بيب غوارديولا كما قلنا يعرف كيفاش يعني يتعامل مع اللاعبين حسب حجمهم ومستواهم فوق ارضيه الميدان. كيفن دي بروين على ذكره ما يقدرش بيب غوارديولا يتشاجر معاه لانه مسيطر في غرف تبديل الملابس، واذا راح يتشاجر معاه راح يخسر هذا يعني النقطه الايجابيه بالنسبه له. بالنسبه لنادي مانشستر سيتي اليوم اعلن لنا رسميا عن القميص الجديد لفريق السيتيزنز كما هو موضح لكم هنا امامكم على ذكره، انتم خبرونا رايكم هل هذا القميص جيد ومقارنة بالموسم الماضي. أما بالنسبة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف اليوم منحت العلامة الكاملة للتنظيم الجزائري الخاص ببطولة كان 2023 تحت 17 سنة، وقالت الكاف في بيان لها نشرته يوم الخميس
حتى الآن حققت بطولة توتال إنرجيز لكأس العالم لكأس أفريقيا عفوا صنف 17 سنة نسخة الجزائر سنة 2023 نجاحا باهرا، حيث استقطبت عددا من كبار الكشافة يعني من الأندية الإفريقية الرائدة وكذلك الفرق الأوروبية. فيعني التنظيم كان ناجح، فإن شاء الله يعني الجزائر تفوز بتنظيم كان 2025 في الأيام المقبلة. كان هذا فيديو اليوم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام.